السلام عليكم جميع الصديقات والأصدقاء، تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم خبيزة بدوازها إن شاء الله. غادي تتابعوني باش تشوفوا العجين ديال الخبيزة بدوازها كيفاش داير، ومن بعد عاد نزيدوا المراحل ديال الحشوة. وتنحتاجوا باش نورقوا العجين ديالنا باش يجي زوين ومقرمش، تنحتاجوا الزبيدة تورق. صافي، هادي المكونات اللي تنحتاجوا. غادي نبداو العجين ديالنا. دفيت الميه ديالنا شويه، ضروري لان ما كاينه لا خميره لا والو، تنديروا ميه دافيه وتنبداو نعجنوا العجين ديالنا. عادي تنجمعوه بحال اللي تتعجنوا الخبز، عادي غير الفرص. العجينه ديالنا ها هي، تجي رطيبه مزيانه، ما تجيش قاصحه. صافي تنخليوها هكذا باش غادي نطلقوها ونطلقوا فيها الزبده ديالنا باش تجينا مورقه ان شاء الله. غادي تشوفوا معي الطريق. صافي العجينه ديالنا طلقات راسها شويه، غادي نقسموها على جوج. غادي نورقوا الطرف الاول والطرف الثاني، غادي نورقنا هذا نخليوه عاوتاني يرتاح بحال هكا. تجي العجينة مرخوفة. بحال هكا. هكذا تنحكو العظم هذا الزبدة ديالنا باش تجي مشتتة على جميع الأطراف. هذه الطريقة تديرو لها هكذا، تقبطوها هكذا صافي، وتتخليوها كما هكذا كما هكا تطلق راسها. صافي تتخليوها كما هكا تطلق راسها. صافي صافي، وتنطويوها هكذا وتنخليوها ترتاح. تمشيو عاوتاني للطريف ديالنا الثاني، عاوتاني تنحاولوا نطلقوه شي بزاف غير هكا واحد الشويش هكذا. بنفس الطريقة اللي درنا غادي نديروها حتى في هانتي، راه تيبان لكم يعني خصنا نشتتو الزبيدة في جميع الأطراف. باش ملي تطيب تتجي فيها واحد القرمشة زوينة وتتجي مورقة. خصكم هادي خبيزة تستاهل التجربة، لأنني ما تنديرش الحاجة حتى تنجربها، حتى تكون عندي مجربة هي الأولى وعاد تنشركها معاكم. صافي تنخليهم يرتاحوا هكذا بجويجات. دوي العجين ديالنا تنخليوه يرتاح كما العادة. بالنسبة للحشوة تنشحرو البصيلة بحال هكا، البصيلة العادية مع لي سوكوليت ديال هاد الأثناء تنضيفو الدجاج ديالنا قطعناه لأن سقناه على الخضر، ضروري باش يطيب شوية وتشحر مع البصلة. وعاد باش نضيفو القرعة وخيزو، هاد ساهل في الطبخ. صافي تنخليو الخضر ديالنا هنايا قلة. صافي بعد ما تشحر الدجاج مع البصيلة كما العادة غادي نضيفو الخضيرة ديالنا. ضروري تشجعو وليداتكم باش ياكلو الخضر، يعني بهاد الطريقة مكنظنش ما ياكلوش الخضرة. صافي غادي نبقاو نقلبو فيها نشحروها
صافي غادي نبداو نخلطوا في هاد المكونات، وغادي نضيفوا الملح بطبيعه الحال. عفوا ما قلتها لكم، ولكن هاني غادي نضيفو حتى انا براسي غادي نديرو. انا كنخلي الملح ديما في التالي، لاباط فيوتي ديالنا هي تلقات راسها. غادي نقبطو الطرف الاول، غادي نطلقوه هكذا. هاي الزبده فيه تبارك الله تلقات راسها. غادي نحاولو نصوبوه متقد باش نديرو في اللاطه ديالنا. تجي رقيقه ضروري باش ما تجيش فيها البطار. طلقت العجينه ديالي، دابا غادي نبقى نطلق في الحشوه ديالي. غادي نديرو العجين الثاني ديالنا هنايا، نطلقو على الحشوه، نحاولو نجيبو نيشا نقدو صافي. ومن تما غادي نبداو من بعد. درت هاد الاشرطه هادي باش غادي نزين بها الخبيزه بدوازها ديالي هكا كيما هكا. عندي شكلت اشرطات اللي غادي نزينو بهم، وغادي تشوفوني تنزين بهم ان شاء الله. صافي ملي سالينا هانتي عاودتنا الاشرطه ديالنا، غادي نحاول ندهنوها بالبيض وشويه دفنا فيه ديال صوص الصوجا. تجي زوينه تعطيها منظر رائع، واللون تيجي غزال تيجي. بالنسبه لي انا فضلت نزيد واحد شويه ديال الزنجلان هكذا من الفوق.